قبل ما نبدأ الفيديو مش عايز الناس تخاف من الجاف، ان شاء الله انا معاكم لحد ما تبقوا محترفين، ومش عايز اي حاجة تحبطكم ابدا. الالم الجاف مش مستحيل، الالم الجاف مش صعب، الالم الجاف خامة لو فهمتها هتلاقيها سهلة معاك جدا، ولكن محتاجة شوية حاجات هقولها لكم في الفيديو ده ان شاء الله هتفيدكم بعد كده، وهتبدأوا وهتلاقوا الخامة معاكم حلوة جدا. والالم الجاف يا جماعة مش اي حد يشرحه على اليوتيوب، الالم الجاف محتاج فعلا خبرة كبيرة جدا، لانه في كذا طريقة من رسمه. يعني في طريقة زي كده، دي مختلفة عن الرسمة اللي احنا هنعملها النهاردة، تمام؟ هتلاقوا الخطوط شكلها مختلف شوية. اتفرجوا على الفيديو ده معايا وركزوا جدا، وان شاء الله هنزل لكم الفيديوهات اللي انا شرحتها قبل كده للقلم الجاف، وايه افضل قلم جاف نستخدمه، وايه البديل للقلم البيك لو احنا ما عندناش القلم البيك. هنزل لكم الفيديوهات اللي انا شرحتها قبل كده في صندوق الوصف، ما تنسوش تتفرجوا عليها عشان هي مهمة جدا وهتفيدكم لو انتم فعلا مهتمين بالقلم الجاف. يلا بينا نبدأ الفيديو. أول خطوة في القلم الجاف هي عمل خطوط عكس بعضها كتير جدا، والطريقة دي بتسمى الكروس هاتشنج، وهنزل فيديوهات للكروس هاتشنج لأن شرحتها قبل كده بالتفصيل في فيديوهات مدتها طويلة كمان عشان الكل يفهمها، هنزلها في صندوق الوصف. ناخد بالنا جدا في الخطوة دي إننا ما نضغطش على الورقة في البداية عشان يبقى معانا فرصة بعد كده لو غلطنا نعرف نخبي الغلط بتاعنا بطريقة احترافية. دايما ببدأ من أغمق أماكن في الرسمة زي الشعر لأنها أصعب أماكن ومحتاجة مجهود، ولو نفذناها صح هتساعدنا إننا نطلع رسمة جميلة جدا. الفكرة الأساسية إننا كل ما بنقرب الخطوط لبعضها بتبان إنها مدمجة أو متسيحة وكأنها قطعة واحدة، ودي الخدعة في القلم الجاف. دلوقتي هنضغط ضغطة خفيفة على القلم ونعمل خطوط كتيرة جدا عشان نكون خصل شعر ويظهر الشعر معانا اكتر. في الخطوة دي بنظلل البشرة بتاعة الوش وبنعمل خطوط مستقيمة جنب بعضها كتير. الخطوط دي بنعملها حسب اتجاه الوجه أو الوش، وبنحاول نغطي الورقة من غير أي ضغط على الورقة. لازم تستخدمه دايما لو انتوا بترسموا بالجاف ورق السمك بتاعه كبير عشان يستحمل طبقات الجاف وما يتقطعش منكم وانتوا بترسموا. يعني مثلا الورق اللي انا برسم عليه ده 200 جرام. ركزوا جدا على اتجاه القلم والخطوط اللي انا بعملها، ركزوا جدا في اتجاهها. كل الفكرة اني بعمل خطوط جنب بعضها او عكس بعضها. كل ما بعكس الخطوط واكون طبقات اكتر فوق بعضها كل ما الرسمة بتبرز معايا اكتر وتبان اكتر واقعية.
ما تنسوش تتفرجوا ضروري جدا على الفيديوهات اللي في صندوق الوصف، لاني بشرح فيها اول حاجه ايه افضل انواع الاقلام الجاف اللي تستخدمها في الرسم، وايه الطرق او التكنيك اللي انت تستخدمه في القلم الجاف عشان تختار لنفسك طريقه تبدا بيها وتميزك عن غيرك. وبكده نبقى خلصنا اول جزء لتعليم الرسم بالقلم الجاف في رسم جاكي شان. ان شاء الله هستناكم في الجزء الثاني وتستفادوا اكتر، وان شاء الله تطلعوا بافاده كبيره جدا، وهنزل لكم طرق كتيره للرسم بالقلم الجاف لان هو محتاج فيديوهات كتيره جدا. ما تنسوش اللايك يا جماعه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.